بصبح على حضراتكم مرة تانية مشاهدينا ومتابعينا الكرام، لسه مكملين معاكم حواراتنا في هذا الصباح. وصلنا معاكم دلوقتي لحوارنا التاني، وزي ما احنا عارفين ان الدولة المصرية بتهتم اهتمام كبير جدا بالصناعة المصرية، مسألة توطين الصناعة، مبادرات كتير جدا قامت بيها الدولة لدعم الصناعة المصرية وتوطين الصناعة داخل مصر. المبادرات دي كان من أهمها الحقيقة مبادرة ابدأ. مبادرة ابدأ أطلقها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إبريل 2022 خلال حفل إفطار الأسرة المصرية. من هنا انطلقت المبادرة وانطلقت معاها أشياء كتير جدا بتدعم الصناعة المصرية، بتؤكد على أننا لازم نقلل موضوع الاستيراد من الخارج وكمان نعلي من الاستثمارات داخل مصر. بتكلم دلوقتي عن موضوع مهم جدا، هو إنشاء أول مصنع لتصنيع صمام أمان الغاز. المصنع ده مصنع مصري لكن بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، بالتعاون مع أيضا شركات ومجموعات عالمية لتوفير عدد كبير جدا من الاستثمارات لتقليل التكلفة الاستيرادية من الخارج. كمان بيستهدف 7.6 مليون دولار، طبعا دي تكلفته الاستثمارية، أيضا بطاقة إنتاجية تقدر بحوالي 15 مليون صمام. دي تفاصيل هنعرفها مع ضيفي الكريم اللي مشرفنا على الهواء مباشرة، المهندس محمد زيد، عضو اتحاد الصناعات المصرية. صباح الخير مهندس محمد. أهلا وسهلا أستاذ حنين، صباح أهلا بحضرتك يا فندم. يعني اسمح لنا مع حضرتك ومع مشاهدينا الكرام نخرج لمتابعة هذا التقرير في مزيد من التفاصيل عن صمام أمان للغاز وهذا المصنع المشرف للصناعة المصرية، ونرجع على طول نبدأ حوار. بهدف توطين الصناعة المحلية، أعلنت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ عن إنشاء أول مصنع لتصنيع صمام أمان الغاز في مصر. إنشاء المصنع يأتي نتاجا للتعاون بين شركتين مصريتين وإحدى الشركات الإسبانية العالمية المتخصصة في هذا المجال، وذلك تحت مظلة مبادرة ابدأ لتوطين الصناعة المحلية. المصنع هو الأول لإنتاج صمام أمان الغاز في الشرق الأوسط وإفريقيا باستثمارات مبدئية تصل لأكثر من 7 ملايين دولار، ومن المقرر أن يبدأ إنتاج المصنع في إبريل المقبل بطاقة إنتاجية تصل لأكثر من 15 مليون صمام أمان، وسيسهم المصنع عند تشغيله في توفير نحو 60 مليون دولار سنويا، كان يتم استيراد صمام أمان الغاز بها من الخارج. وسيساعد إنشاء المصنع على تعميق التصنيع المحلي ودخل الاستثمارات الأجنبية وتوفير العملة الصعبة، فضلا عن تقليل الفاتورة الاستيرادية وتوفير فرص عمل. جدير بالذكر أن السوق المصرية تحتاج إلى أكثر من 11 مليون صمام أمان للغاز في العام. زي ما تابعنا مع حضراتكم في التقرير، مبادرة ابدأ هي الذراع التنفيذي لدعم وتوطين الصناعة الوطنية في مصر. بالتأكيد أيضا أضيف لحضراتكم أنه هذا المصنع هيتم افتتاحه بإذن الله في شهر إبريل من 2023. اسمحوا لي أبدأ حواري مع ضيفي الكريم ورحب بيه مرة تانية، مهندس محمد زيد، عضو اتحاد الصناعات المصرية. برحب بحضرتك مرة تانية. إذا خلينا نتكلم في البداية ونعرف المشاهدين اللي بيتابعونا دلوقتي إلى أي مدى الدولة المصرية نجحت في أنها تساعد على دعم الصناعة المصرية. بنشوف دلوقتي أول مصنع لتصنيع صمام أمان غاز من خلال مبادرة إبدأ ومن خلال عدة مبادرات كان أبرزها طبعا مبادرة إبدأ. تمام. الأول طبعا احنا عايزين نقول أن الصناعة هي تحويل المواد الخام لمواد جاهزة أو equipment أو شبه مصنعة. فبناخد المواد الخام مثلا زي القطن نحوله لخيط، ده ممكن نحوله لقماش، ده ممكن نحوله لملابس، يبقى هنا في منتج نهائي. الصناعة طبعا مهمة جدا للاقتصاد. الصناعة بتوفر ايد عاملة، بتقضي على البطالة، بتوفر لك عملة صعبة، المستوى الفرد بترفع مستوى الفرد اللي هو بنقيس بيه الدول متقدمة ولا نامية. اللي عايزين نشيد بالمبادره بتاعت ابدا،
لان المبادره بتاعت ابدا الحقيقه حوالي 1500 شاب من المتبنيهم رئاسه الجمهوريه ومتعلمين تعليم عالي جدا، قاموا بعمل سيرفي على السوق المصري، ايه المنتجات اللي موجوده، ايه العوائق اللي موجوده، حاولوا يوصلوا. عندنا جهات محترمه جدا بتهتم بالصناعه لكن ما كانتش مرتبطه مع بعضها. المبادره ابدا عملت سيرفي، عملوا ايه اللي موجود في السوق وايه اللي محتاجينه عشان نكمل الصناعات. كانوا همزه الوصل بين هيئه التنميه الصناعيه واتحاد الصناعات المصريه والمصنعين ومستثمري المناطق الجديده. مبادره ابدا اتبنوا اقامه حوالي 1500 مصنع كانوا غير مرخصين، حاولوا برضو يجيبوا لهم رخص، وحاولوا ان هم يربطوا زي ما قلت لحضرتك بين المستثمرين والمصانع والجهات المنتجه للصناعات المغذيه. طيب حابه اتكلم مع حضرتك كمان مهندس محمد عن الشراكه والتعاون، يعني احنا بنشوف شركه اسبانيه بتتعاون ايضا مع مصر في مجال توطين الصناعات وتصنيع صمام امان غاز. خلينا نقول ان الشركه الاسبانيه دي مش شركه بسيطه، هي شركه تضاف لسلسله الشركات العالميه على مستوى العالم. الى اي مدى ده بيدعم اكتر من موقف مصر في انها يعني توطن الصناعة بشكل مختلف، يبقى عندها تجربة مصرية رائدة؟ شوف حضرتك، احنا من المبادرة عملوا ليست برضو بالصناعات المنزلية، زي بنتكلم على البوتاجاز، بنتكلم على التلاجة، بنتكلم على التكييف، بنتكلم على الغسالة، وابتدوا يشوفوا احنا بنستورد قد ايه كومبوننت، يعني اجزاء داخلية جوه المنتج ده اللي احنا بننتجه في مصر. فلاقوا مثلا حاجة زي الصمام اللي هو امان بتاع الغاز، انت كل بوتاجاز 4 شعلة او 5 شعلة في 5 صمامات من دول، حضرتك بتتكلمي على 60 مليون دولار في السنه كنت بتستورديهم لمجرد صمام. هتعملي هنا جبنا المصنع اللي هو بيصنع الصمام ده في الخارج، ويعمل شراكه مع شركه مصريه هنا ويعملوا المصنع ينتجوا الصمامات دي هنا. كذلك الكمبروسر بتاع الثلاجه، في برضه ابدا دلوقتي بتفكر مع بعض المنتجين الكبار للثلاجات ان هم يصنعوا الكمبروسر في مصر بالتعاون برضه مع شركه كبيره جدا من اللي بتصنع الكمبروسر عالميين، يبقى انا وفرت لي كمان 100 120 مليون دولار. وهكذا احنا عايزين نقلل الفجوه بين التصدير والاستيراد. طيب مع الاوضاع الاقتصاديه اللي بيعيشها العالم كله بالتاكيد القت بظلالها على مصر، كيف ترى مثل هذه المبادرات في توطين الصناعات المصريه وتاثيرها على الاقتصاد المصري بشكل عام؟ طبعا المبادره يعني هامه جدا، يعني زي ما قلت لحضرتك احنا عندنا اجهزه محترمه جدا لرعايه الصناعه، عندنا هيئه التنميه الصناعيه، عندنا اتحاد الصناعات المصريه، هيئه التنميه الصناعيه على راسها استاذ المهندس محمد عبد الكريم وراجل متمكن جدا، اتحاد الصناعات المهندس محمد زكي السويدي وراجل محترم جدا، وزير الصناعه الباشمهندس احمد سمير دلوقتي فعلا ادانا يعني امل للصناعه، لان هو يعني هو طالع من الصناعه عضو مجلس الشعب ورئيس لجنه الصناعات في مجلس الشعب لمده طويله، فاحنا يعني متعشمين من ربنا ان شاء الله في الفتره دي ان الصناعه فعلا هتقوم. الصناعه زي ما قلت لحضرتك يعني مهمه جدا للاقتصاد. انت عايزه تقللي الفجوه بين التصدير والاستيراد، ترفعي انتاجك من الصناعه هتقللي الاستيراد بتاعك، تقللي الفجوه دي. بنتكلم فرق بين 60 و30، 60 مليار استيراد 30 مليار تصدير. انت عايزه تنتجي، عايزه تصدري عشان تقللي الفجوه دي. المبادرة جزء من الحل بتاع الصناعة وتنمية الصناعة، لكن احنا عندنا عوائق هنتكلم عليها كتيرة جدا للصناعة. عندنا حوالي 7 عوائق عايزين الدولة بالمبادرة بالمبادرات الأخرى بالأسماء اللي احنا قلنا عليها اللي موجودة على رأس الصناعة دلوقتي توجد لها حل مع الحكومة. عندنا أبرز العوائق دي يا فندم، عندنا 7 عوائق تقريبا يعني مهمين جدا، ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية نمرة 1، صعوبة الحصول على رخص التشغيل، يعني أنا عايز أقول لحضرتك دي معاناة في مصر. دلوقتي في الرخصة الذهبية، الرخصة الذهبية والرخصة البلاتينية اللي هي مفتوحة 3 أشهر، ودي بتديك الرخصة من شباك واحد، ورخصة واحدة بتحل لك مكان 15 20 رخصة. المصنع في مصر بيقعد 1.5 سنة عشان يطلع رخصة. وده اللي مخلي عندك حاجة اسمها السوق الموازي او اللي هو الاقتصاد الغير رسمي في الصناعه، الاقتصاد الغير رسمي اللي هي المصانع الغير مرخصه. لان هو في عذاب، طب انا بطلع رخصه عشان
ابقى بشتغل قانوني وعندي سجل تجاري وبطاقه ضريبيه. حضرتك يبقى عندك سجل تجاري وبطاقه ضريبيه مش عارفه تصنعي لان يعني ما عندكيش رخصه. الرخصه من اكبر العوائق في مصر للصناعات. بتتكلمي حضرتك على طبعا الحمايه المدنيه. الحمايه المدنيه تبع الداخليه المصريه، الحمايه المدنيه كارثه على المصانع. تتكلمي حضرتك بقت بعبع. تبقى عامله كل حاجه وبعبع برضه. فالحمايه المدنيه وهنقول ايه الحل؟ عندنا البدو. عندك المناطق الصناعيه 6 اكتوبر، العاشر من رمضان، بدر 15 مايو. البدو مسيطرين على الاماكن دي واتوات فوق ما تتخيلي. والا مصنعك السرق. فده دي ضعاك. عندنا الكارتات. كارتات الطرق بالذات اللي هي بره الميزان، اللي هي الكارته التقديريه. اللي واحد واقف يقول اه ده عليها 30,000، منين؟ في ميزان ووزننا خلاص هو ده كفايه. عندنا طبعا منافسه المصانع الحكوميه. لان احنا عندنا مصانع حكوميه برضو، مثلا احنا ضربنا مثلا بالاجهزه المنزليه. طب انا حابه اتكلم برضو عن دور الهيئه العامه للتنميه الصناعيه في مساله دعم وتوطين الصناعه المصريه. تمام. الهيئه العامه للتنميه الصناعيه على راسها المهندس محمد عبد الكريم، هو دورها مفروض زي ما حضرتك بتقولي كده طبعا يدعم الصناعه، وكان المفروض هو يقوم بدور المبادره دي. يعني الشباب اللي عملوا مبادره ابدا، كان المفروض الدور ده يبقى دور هيئه التنميه الصناعيه. الحقيقه ان الهيئه التنميه الصناعيه كانت مهتمه قوي بالموضوع الاراضي وتخصيص الاراضي وتتخصص الارض دي بتاعت مصانع ايه والبيئه والكلام ده كله. نتمنى بعد القرار بتاع الرئيس بنقل التخصص ده للاسكان، وان فعلا هيئه التنميه الصناعيه تهتم جدا بالدور اللي حضرتك قلت عليه ده. هم يقوموا مقام المبادره بعد المبادره دي ما تأدي واجبها، هيئه التنميه الصناعيه تقوم بالمبادره دي. يعملوا لسته ايه الصناعات اللي ناقصه مصر؟ ايه الصناعات المغذيه اللي ناقصانا؟ مثلا حضرتك بتتكلمي على صناعات السيارات، مش مهم نصنع عربيه من اي تو زد، لكن احنا ممكن نعمل الضفاير زي ما موجود عندنا مصانع لضفاير العربيات، ضفاير الكهربيه. تصنيع الاجزاء الصاج، الكبوت، طب واحنا بنتكلم مهندس محمد على مصنع، انشاء مصنع لتصنيع صمام امان غاز، يعني منذ ان اطلق سياده الرئيس المبادره ابدا لتوطين الصناعه المصريه، دي الحقيقه كانت في ابريل 2022 خلال حفل افطار الاسره المصريه، شفنا يعني تطور كبير جدا لحد ما وصلنا للوقت الحالي في مساله توطين الصناعه المصريه. الى اي مدى ده بيعكس وبيقلل من التكلفه الاستيراديه وبيزود الاستثمارات داخل مصر؟ اي منتج هننتجه يوفر عمله صعبه يخليني ما استوردش الجزء ده من الخارج، هيوفر عمله، هيزود ايد عامله، هيعمل فرصه عمل لعمال وفنيين ومهندسين، هو اضافه لمصر. اضافه للاقتصاد المصري، اضافه للعمله، كل ده، كل مصنع ننشئه يا استاذه حنان هيضيف للاقتصاد المصري. طب لو اتكلمنا عن اتحاد الصناعات المصريه، الى اي مدى بيلعب دور في الموضوع ده برضه؟ اتحاد الصناعات بيعمل متابعة، وبنعمل اجتماعات تقريبا يعني ساعات أسبوعية وساعات شهرية. بنفكر مع بعض ايه العوائق، وبنرفع المذكرات للمسؤولين. عندنا المهندس محمد المهندس رئيس الشعبة الهندسية الحقيقة نشيط جدا، وزي ما قلت لحضرتك الوزير سيادة الوزير أحمد سمير طالع من الصناعة، وهو فعلا يعني انت حضرتك لما كان بالنادي ان هي تبقى وزارة الصناعة والتجارة قبل التجارة والصناعة. احنا عايزين نصنع وبعدين نصدر، يعني قبل التجارة استيراد وتصدير، لكن احنا عايزين نصدر، يعني عايزين نصدر قدر الإمكان. طيب لو اتكلمنا برضو يا باشمهندس محمد عن دمج الصناعة الغير رسمية، أو زي ما حضرتك كنت بتقول من شوية فكرة الاقتصاد غير الرسمي ودمجه مع الاقتصاد الرسمي، قد إيه ده بيعمل نوع من التكامل وبيزود فرص الاستثمار؟ ده أمل الاتحاد بقى، اتحاد الصناعات شغال على كده. بننزل نعمل لقاءات دلوقتي مع الورش اللي هي الغير رسمية، وبنحفزهم وبيطبق. انت فاتح مصنع عشان تكسب، انا دلوقتي عايز اضمك للاقتصاد الرسمي، يبقى انت هتخضع لضرائب، هتخضع لتامينات، هتخضع لحاجات، فلازم انا اقول لك هتكسب ايه. هتكسب ان انا بقى ايه، بدل ما انت بتشتغل ب 100 انا شغلك بمليون. هخلي المنتج بتاعك معتمد عند مصنع البوتاجازات دوت وعند مصنع الثلاجات دوت، وادخلك هنا وادخلك هنا. يعني في لقاءات عملناها
مع مصنع تكييف يعني بدون ذكر الاسم، كان في بعض المسامير يعني ذو طبيعة معينة كان بيستوردها من الخارج، والمسمار بحوالي 2 دولار وجبنا مصنع في مصر بيعمل المسمار ده. قد ايه الحاجات دي مشرفة جدا يعني ومهمة جدا وبتأثر علينا مسافات كبيرة جدا في دعم الاقتصاد المصري خصوصا مع الأوضاع اللي بنمر بيها حاليا. أنا بشكرك جزيل الشكر مهندس محمد زيد زيد، وأنت عضو اتحاد الصناعات المصرية، شرفتنا يا فندم. الله يخليك. أيضا مشاهدينا الكرام الشكر موصول لحضراتكم، وبحوارنا ده بننهي معاكم جولتنا في هذا الصباح النهاردة. بالتأكيد غدا بإذن الله هيكون لينا فريق عمل جديد من هذا الصباح. إلى اللقاء.